غرفة 11 برعاية جبنة وادي فاطمة وكلير شامبو. مساكم الله بالخير مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم الرياضي اليومي غرفة 11 برعاية جبنة وادي فاطمة وشامبو كلير للرجال. رحب فيكم أنا ثامر الحميد في تقديم الحلقة من إعداد الزميل عبدالله المحضار. كثير الأخبار اليوم في برنامج غرفة 11، وكثير يمكن اللي يبحثون عن بعض الأخبار وبعض الصفقات. عموما خلينا نذكر بأرقام التواصل حبي يتواصل معنا في برنامج غرفة 11 اليوم على STC 8 3 4 8، موبايلي 630 590، زين 73 22 22. مرة ثانية STC 8 3 4 8، موبايلي 630 590، زين 73 22 22. نذكركم بمباريات دور الثمانية في كأس ولي العهد. غدا الاثنين يلعب الرائد مع الهلال والأهلي مع الفتح. بعد بكرة ثلاثاء يواجه الشباب التعاون، وفي المباراة الثانية يلعب الخليج أمام النصر. دائما ما نبحث عن الحضور الجماهيري على الرغم من البيئة السيئة للملاعب السعودية في بعض المناطق. يعني أنا ما ودي أتكلم وأقول إن في كل المناطق، لا، يعني في عندنا ملاعب كويسة خاصة في المدن الرئيسية، نتكلم على جدة، أو خلينا نبدأ من العاصمة، العاصمة الرياض، جدة، الدمام، هذه المدن في عندنا ملاعب وغيرها، يعني حتى في ملعب الشرائع. ودائما إذا تكلمنا على الملاعب نتكلم في أشياء خاصة للاعبين وفي أشياء تخص الجماهير. يعني الأرضيات أو أرضية الملعب دائم يعني تكون خلينا نقول ملعب الشرائع كأرضية، ويجي بعده ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل اللي ما ندري متى بينتهي. هذه الأرضيات هي دائما المحببة للاعبين للعب عليها. لكن بالنسبة عدد المدرجات والمرافق وكرمكم الله دورات المياه والمطاعم، طبعا ما في مطاعم، يعني كلها مقصف وما يمديك توصلها من بس عموما يعني فهذه على الرغم من هذا كله دائم يكون عندنا الطموح أن يكون في عندنا حضور جماهيري كبير في الملاعب السعودية في كل المدن. وشفنا يمكن مباراة الهلال مع العروبة أو العروبة مع الهلال في الجوف، وشلون الجماهير الهلالية شلون ترغب في الدخول وتسلق الأسوار. يعني شغف الشباب السعودي في كرة القدم يعني شيء كبير، يعني مو بس على مستوى متابعة. لأن دائم أتكلم مع الزملاء يقولك لا إحنا نتابع بس كرة القدم، لا، إحنا شعب نتابع كرة القدم ونمارس كرة القدم ونعشق كرة القدم، وهي اللعبة الشعبية الأولى عندنا على جميع المستويات. يعني فكرة القدم حتى في الحدائق العامة تشوف دائما تلاقي 2 3 4 يطقطقون مع بعض. فكرة القدم عندنا عشق، ما هو مسألة متابعة، لا لا، حتى لو الجيل الجديد يتابع مع البلاي ستيشن فلا، في ناس يمارسون اللعبة. في أكيد من اللي يسمعوني فدايم بيقولون اخلص علينا وعطنا الأخبار. عموما حلت الجولة 14 في دوري عبد اللطيف جميل في المركز قبل الأخير ضمن الجولات الأكثر حضورا هذا الموسم في الدوري، حيث بلغ إجمالي الحضور في 7 مباريات التي أقيمت أكثر من 16,000 مشجع. تصدر الحضور، تتصدر مباراة الاتحاد والشباب في مكة على ملعب الشرائع، حضرها 5449،
في المركز الثاني العروبة والهلال. تخيلوا العروبة والهلال اللي حضرها 4200 على الرغم من الصغر السعة الاستيعابية طبعا لملعب العروبة في الجوف، لكن يطلع في المركز الثاني في الجولة اللي تعتبر ثاني أكثر جولة حضور جماهيري. مباراة الأهلي والفيصلي في المركز الثالث ب 3608، وفي المركز الرابع نجران والنصر ب 2250 متفرج. اختارت لجنة الحكام الرئيسية لكرة القدم حكام واجهات دور الثمانية لمسابقة كأس ولي العهد، والتي ستقام غدا الاثنين وبعد غدا الثلاثاء. وجاءت التكاليف على النحو التالي: الرائد مع الهلال راح تكون بكرة الساعة 3:15 عصرا، يقود الحكم شكري الحنفوش اللي تكلمنا عنه اليوم، واللي قاد مباراة الأهلي والفيصلي ثمانية بغلطان. أيضا مباراة الأهلي مع الفتح بكرة يقود الحكم فهد المرداسي اللي تكلمنا عليه على خلفية مباراة النصر والنجران. يعني دائم الحكام اللي عليهم أخطاء يتصدرون الواجهة في مباريات غدا في مباريات أو في دور الثمانية من كأس ولي العهد. بالنسبة لمباريات بعد بكرة، الخليج مع النصر يقود الحكم محمد القرني، والشباب مع التعاون يقودها ويضبطها الحكم الدولي فهد العريني. كثير أرسلوا لي اليوم على موضوع المقطع اللي تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وعبر يوتيوب، المصور اللي كان يجمع سعود كريري مع وكيل أعماله نصر النعيمي بوجود رئيس نادي الاتحاد المكلف عادل جمجوم، وتم أيضا عرضه في كثير من القنوات التلفزيونية الكبرى. الموضوع يا جماعة نرجع ونطرح، بس أنا استغرب من جمهور الاتحاد يقول لك فضيحة كريري بعدم الموافقة على التجديد مع الاتحاد. ليش؟ عشان عادل جمجوم في المقطع طلع قال له تكفى واستخير ربك ونبيك فلتها. هل هذا يكفي؟ يعني تخيلوا أنا بكرة لو أني أنا مسؤول في نادي الاتحاد، بروح لسعود كريري بقول له سعود تكفى رجاعا استخير ربك، ترى النادي ما في فلوس وأنا ما أقدر أدفع لك، بس تكفى نبغاك تقعد، الله يخليك اقعد. لا أنا ما أقدر أقعد، لازم يعني عندي عقد عندي المستحقات. لا 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 ترى ما عندنا فلوس، بس لازم تقعد، تكفى استخير لازم تقعد. وإذا ما وافق اللاعب يطلع بفضيحة أنه فضيحة سعود كريري. صدقوني الفضيحة من إدارة نادي الاتحاد المكلفة واللي قبلها اللي وصلت الاتحاد إلى هذا الحال. كثير باقي عندنا أخبار. بيع تذاكر قبل 48 ساعة، حيث خاطبت رابطة دوري محترفين للأندية المشاركة في دوري عبد اللطيف جميل أندية الدرجة الممتازة والشركات المسوقة لها باقتراح يقضي بأن تبدأ عملية بيع التذاكر للمباريات الجماهيرية قبل المباراة ب 48 ساعة عن طريق منافذ بيع التذاكر في الملاعب ومقرات الأندية أو في متجر النادي أو في أي مكان آخر يعلن عنه، وذلك تفاديا للتزاحم الذي يحدث قبل المباريات الجماهيرية على منافذ بيع التذاكر وبوابات دخول الملاعب، وتسهيلا لعمل الجهات المعنية في تنظيم عملية دخول الجماهير إلى المدرجات. استدعى سامي الجابر مدرب نادي الهلال السداسي الأولمبي محمد الواكد وأحمد الشراحيلي ومحمد البريك وعبد الله الشامخ وعبد الله الفضل وخالد كعبي، وذلك للمشاركة في كأس ولي العهد غدا أمام الرائد. أهم الأخبار في برنامج غرفة 11 اليوم بعد الفاصل. غرفة 11 برعاية جبنة وادي فاطمة وكلير شامبو. غرفة 11 برعاية جبنة وادي فاطمة وكلير شامبو. غرفة 11.
مستمرين معكم في برنامج غرفة 11 برعاية جبنة وادي فاطمة وشامبو كلير للرجال. نذكركم مرة ثانية بأرقام التواصل STC 8 3 4 8، موبايلي 630 590، زين 73 22 22. نبدأ بموضوع نادي الشباب ونادي الهلال، حيث أعلنت إدارة نادي الشباب اليوم أنها تلقت عرضا رسميا من إدارة نادي الهلال لشراء عقد المحترف الكوري في الفريق كواك تاي هي. والأخبار عندنا في برنامج غرفة 11 تؤكد أن الموضوع ليس مقابل مبلغ مادي بل مقايضة بين كواك وماجد المرشدي. عاد تستمر الأمور على ما هي عليه ولا يصير في تغيير، بس ممكن البعض يستغرب من الموضوع، لكن هي فعلا هي مقايضة بين الكوري كواك تاي هي، أنه يكون لاعب محترف أجنبي في صفوف نادي الهلال مقابل دعم نادي الشباب باللاعب الهلالي والمدافع ماجد المرشدي. الموضوع الظهير اليمين او الباك الايمن في نادي الهلال دائم يكون محور حديث اي برنامج واي مهتم واي مشجع هلالي في هذا الموضوع، خاصة بعد اعتماد الجهاز الفني في نادي الهلال على اللاعب ياسر الشهراني في الجهة اليمين. يعني ذكرت كثير من التقارير الصحفية أن اللاعب المصري أحمد فتحي نجم فريق الأهلي المصري دخل في مفاوضات جادة مع نادي الهلال تمهيدا للانضمام إليه خلال فترة انتقالات الشتوية في يناير الحالي. طبعا الأمور الآن غير واضحة بشكل كبير، لكن أنا أحب أني أقوله أن اللاعب أحمد فتحي فعلا اسم معروض من إدارة نادي الهلال، مو على إدارة نادي الهلال، لا اسم معروض من إدارة نادي الهلال على الجهاز الفني في نادي الهلال للتعاقد مع اللاعب أحمد فتحي في حال فشل الهلال في التعاقد مع اللاعب حسن معاذ. لأن إلى الأمور إلى الآن الأمور بالنسبة لنادي الهلال وحسن معاذ إلى الآن ما انتهت، لا بالرفض ولا بالموافقة، في بعض الخلافات أو الاختلافات بين الطرفين، لكن الهلال في المقام الأول يبحث عن حسن معاذ. إذا ما لم تنجح الصفقة الاسم معروض من إدارة نادي الهلال اللي هو اسم اللاعب أحمد فتحي من إدارة نادي الهلال على الجهاز الفني في النادي وتحديدا سامي الجابر، هل هو عن طريق سمسار أو عن طريق وسيط داخل النادي، كل الأمور عاد أنتم تفهمونها. ليش أنا أقول إنه ممكن يكون سمسار وممكن يكون وسيط؟ لأنه تم التواصل يعني قبل أن نطلع على الهواء مع اللاعب أحمد فتحي، ما ودي أن يصرح في هالوقت، وقال إنه ونفى وجود أي عرض رسمي حتى الآن أو شفهي حتى مع نادي الهلال، وقال أن بالنسبة لوكيل أعمال قال أنا ما عندي أي وكيل أعمال عربي خلينا نقول في الشرق الأوسط، ويعني هذا اللي ممكن يعطينا الانطباع أنه ممكن يكون وكيل أعمال الإنجليزي، يكون عن طريق وسيط أو يكون عن طريق سمسار تم الحديث مع اللاعب، لكن مصادرنا تؤكد أن إدارة نادي الهلال عرضت اسم اللاعب مبدئيا على الجهاز الفني في النادي إذا ما فشلت صفقة اللاعب حسن معاذ. بالنسبة لعرض نادي الهلال أو العقد المقدم من نادي الهلال للاعب سعود كريري، مبلغ التعاقد 12 مليون ريال لمدة 2.5 سنين. طبعا
طبعاً هذه الأخيرة هذه مهم من عندي يعني من عند معد البرنامج عبد الله يقول يعني لا تخذون بالأرقام الخيالية اللي تطلع 18 مليون و15 مليون و20 مليون. مبلغ التعاقد نادي الهلال حتى الآن مع اللاعب سعود كريري 12 مليون ريال. بصراحة أنا بعد ما قلت وباركت اليوم بالنسبة للهلالين والكابتن سعود كريري شفت ردة فعل كبيرة جدا في تويتر إنه لا في البعض يقول انتقال اللاعب إلى نادي النصر والبعض الآخر يؤكد انتقاله إلى نادي الهلال. نرجع ونقول أن اللاعب متفق بشكل نهائي مع النادي الهلال ورح يتم التوقيع غدا في منزل رئيس النادي الأمير عبد الرحمن بن مساعد. لكن خوف الهلاليين أنه من اليوم إلى بكرة بأنه في بعض الأحاديث وبعض الاهتمامات من أطراف رسمية وغير رسمية في نادي النصر باللاعب، والبعض يسميها لرفع مبلغ الصفقة على نادي الهلال. لكن حتى الآن الأمور منتهية بالنسبة لنادي الهلال والتوقيع غدا، وسعود كريري غدا راح يكون موجود في نادي الرياض أو عفوا في مدينة الرياض تمهيدا للانتقال الرسمي لنادي الهلال. ونرجع نقول مرة ثانية مبلغ الصفقة 12 مليون ريال لمدة سنتين ونصف. هاجم فيكتور سيموس لاعب النادي الأهلي السابق عبر حساب الشخصي في تويتر إدارة الأهلي بعد أن تم منعه من الدخول إلى الكامباوند الخاص به وعائلته، ووصف تصرف إدارة الأهلي بالجبان. وقال سيموس أخبار سيئة يا رفاق، الوضع أصبح أسوأ، لقد تم منعي من دخول الكامباوند الخاص بي وبعائلتي، أنا الآن مع عائلتي ويجب أن أفكر فيهم والجميع يعرف سبب غيابي عن الأهلي ولا دخل لي بذلك، وما قامت به إدارة النادي الأهلي معي ومع عائلتي هي تصرفات جبانة. أنا حبيت أني أقول الموضوع هذا لأنه طلع نفي من إدارة النادي الأهلي، وطلعت صور أيضا أنه اللاعب جالس في مقر السكن ولم يتم حتى سحب سيارته مثل ما غرد اللاعب فيكتور. لكن أرجع وأقول شيء مهم جدا، أولا اللاعب علاقته انتهت بالنادي الأهلي، واضح أن اللاعب يعني وصل لمرحلة دلال بصراحة غير طبيعية، وأنا تكلمت فيها يمكن حتى من الموسم الماضي أنه اللاعب قاعد يلقى اهتمام. يمكن وقتها الأهلاويين ما يلامون على الوضع هذا لأن اللاعب كان يعطي مقابل ما أخذ خلال فترة من الفترات، وكلنا نكون واضحين ويعني مع أنفسنا ومع الأندية أنه دائما نجم في كل نادي لازم تلاقون عنده ترفيه يعني أكثر أو عنده يعني يدللونه أكثر من أي لاعب. لا يعني لا تصدقون الكلام اللي يطلع يقول لك أن كل اللاعبين سواسية وكلهم قاعدين يأخذون مثل بعض، هذا كلام ما أخذ خيره. حنا عارفين أنه في كثير من الأندية إذا ما كانت كل الأندية عندهم نجوم أكيد لهم معاملة خاصة، أنت أعطيني في الملعب غير أي لاعب ثاني فأكيد أنا راح أميزك يعني. فهذا اللي كان صاير مع فيكتور. لكن الآن فيكتور يعني الكومباوند والسيارة وهالكلام يعني لا، بس هل هي موجودة في العقد؟ أنا بسأل بس فيكتور يعني لنفرض مع أن نفت إدارة النادي الأهلي، وأنا بالنسبة لي إدارة النادي الأهلي مصدقة أكثر من هذا اللاعب الجبان اللي هو يحاول يتعاطف أو يكسب تعاطف الجمهور. أنا بسأل بس هل السيارة وكثير من المميزات اللي كان ياخذها هل هي موجوده في العقد ولا كان ماخذها بشكل حبي مع النادي؟ هذا الشيء الاول. الشيء الثاني الكومباوند والسياره وغيره وغيره باسم النادي او مسؤولين النادي ولا باسم فيكتور سيموس؟ يعني اكيد طبعا يقولوني بما انه اجنبي اكيد باسم النادي متعافي، بس يعني لا يكاد المشكله ان في كثير من الناس يمشون وينجرفون ورا اللاعبين، بس بصراحه يعني الجبانه و يعني واضح أنه إلى الآن فيكتور سيموس ما يقدر يلعب ولعب مصاب ولا يقدر يشارك مع أي نادي ولا يقدر ينتقل لأي نادي حتى الآن. يعني خليك في نفسك. هذه كانت آخر أخبارنا في برنامج غرفة 11. طيب في عندي شيء قبل لا أقفل، طبعا عبد الله يقول لي ان فيكتور شكله بيروح قطر، يعني يروح يتاهل هناك تعرفون يعني يقعد له في سباير كذا فتره على ما يرجعون امور ويربطون صواميله. هذه كان ختام برنامج غرفه 11، ان شاء الله بنكون بكره معكم في حلقه مثيره جدا
في برنامج الجولة من السادسة وحتى السابعة مساء. وأحب أني أقول خبر حصري أيضا قبل ما أقفل البرنامج اليوم، أن بكرة الأمين العام الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد الخميس راح يكون موجود في اجتماع في الديوان الملكي لبحث مستقبل اتحاد الكرة السعودي وتقديم الشكر للمقام السامي وللديوان الملكي ولوزارة المالية على وقوفها مع الاتحاد السعودي وتسديد الديون وشيكة 88 مليون، وحتى استضافت بطولة كأس الخليج اللي طبعا كان عرابها هو أحمد الخميس الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، وهو اللي كان لها الجهود الكبيرة حتى برفقة فريق أو لجنة التفتيش، هو اللي نقلها من البصرة إلى المملكة العربية السعودية. شكرا لأحمد الخميس، جهود جبارة. طبعا البعض يسأل يقول ليش أحمد عيد ما يكون هو اللي حاضر؟ أحمد عيد مسافر ورح ينوب عنه أحمد الخميس اللي قام بمجهودات كبيرة جدا خلال الفترة الماضية لنقل البطولة الخليجية، ورح يكون مجتمع غدا في الديوان الملكي صباحا صباح غدا الاثنين. هذا برنامج خاص أو خبر خاص عفوا في برنامج غرفة 11. شكرا لكم، تصبحون على ألف خير.